بتعاني من إهمال لسنوات، وعشان كده بيسعدنا النهارده يكون موجود معانا في استوديو الهواء الأستاذ حامد عبد الكريم، مدير مركز شباب برج العرب الجديد، وهو كمان هيكلمنا عن تطوير مراكز برج العرب الجديدة في ضوء مبادرة حياة كريمة. أهلا بحضرتك. مرحبا بك أستاذة منال، الله يفيك. مشرفنا ومنورنا. تسلم يا رب، الله يفيك. في البداية أحب أهني حضرتك لاختيارك أفضل مدير لمراكز الشباب على مستوى الإسكندرية للعام الثاني على التوالي. تسلم يا فندم، شكرا. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. هل دي مسابقة حضرتك اشتركت فيها ولا كان شروطها ايه علشان حضرتك تاخد المركز الاول؟ معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي عامل نظام ان احنا كل سنه بيتم تقييم مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه، سواء مراكز شباب القرى او المدن، ويتم التقييم ده بالمحافظات ويتم التصعيد في خلال حفل سنوي. طبعا المسابقه دي اسمها درع التميز وقيمه 4 مرات. الحمد لله كان لي الشرف ان انا اخذت درع التميز للعام الثالث والعام الرابع. ما شاء الله، مش العام الثاني يعني. العام الثالث، العام الثالث والرابع. ما هي شاء المسابقة الله. دي الرابعة. ألف مبروك. الله يبارك. كان شروطها إيه؟ شروط التقييم بتكون تقييم المراكز الشباب من حيث الخدمات اللي بتقدمها الأعضاء. ايه المراكز دي، المبادرات اللي بتقدمها، الأنشطة، التقييم من حيث شكل السجلات الموجودة في المراكز، مدى الالتزام بالمعايير والقوانين اللي هي وضعها مديرية الشباب والرياضة. طبعا في متابعة مستمرة عندنا احنا في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف اللي هي صاحبة الفضل اللي وصلت إليه مراكز الشباب من تقديم وتطور وإحداث طفرة كبيرة، تحولت عدد حتى مراكز الشباب من 39 مركز في بداية استلام سيادتها لحد دلوقتي 63 مركز شباب. الخدمة اللي بدأت تتقدم في مراكز الشباب دلوقتي بدأت خدمة مجتمعية، مش رياضة بس، رياضة وفن وثقافة وخدمات خاصة بخدمة المرأة وخدمة ذوي الهمم وخدمة الفئات المحرومة من جميع فئات الشعب. مراكز الشباب دلوقتي أصبحت منارة في ضوء مبادرة حياة كريمة لاكتشاف المواهب، لتحقيق بعض الأنشطة، وكمان النشاط المجتمعي في هذه المراكز قد كده بتكون جميلة. كلمنا حضرتك عن الأنشطة اللي قمت بيها للحصول على هذا اللقب. أنا كان لي الشرف أن أنا أكون مدير مركز شباب قرية بهيج. أيوة. والقرية دي محظوظة أن هي كان لها النصيب في الاختيار بمبادرة حياة كريمة اللي أطلقها معالي الرئيس عبد الفتاح دي السيسي. دي كانت الاحتفالية حضرتك دي جبت الصور على الهواء؟ دي احتفالية القاهرة الأخيرة، ده الدرع الرابع. دي الاحتفالية بتاعت السنة دي. تمام. قرية بهيج في 2 يناير 2019 تم إطلاق حياة كريمة اللي أطلقها معالي الرئيس، وفي يناير 21 بقت مشروع قومي. تم اختيار مركز ومدينة برج العرب لتنفيذ حياة كريمة فيها. القرى اللي هي تم التنفيذ فيها قرية بهيج، قرية الغربانيات، قرية الجويرة، قرية أبو سير. كان لينا الحمد لله يعني كذا فرع، كذا مراكز، كذا مراكز فرع للمركز. فتم رفع كفاءة المراكز حياة كريمة لتناسب الفئات المحرومة. فعلا كانت فئات محرومة من خدمات. طبعا تم إضافة ملاعب للمراكز دي، تم إضافة صالات، تم إضافة بنية تحتية ما كانتش موجودة قبل كده. احنا شايفين الصور، والله الصور تفرح، تحس انه نادي خاص، ما تحسش ان هو مركز شباب. مركز شباب بهيج من المراكز. ما شاء الله. انا توليت المركز في 2001، يعني 21 سنه. المركز مساحته 14500. 21 سنه ما شاء الله. مساحه المركز 15400 متر. المركز في مجتمع ريفي بدوي. الحمد لله استطعنا خلال الفتره الطويله دي كلها يكون عندنا مبنى لائق بالاعضاء. حياة كريمة وفرت لنا ملعب قانوني لكرة القدم، وفرت لنا كمان ملعب خماسي نجيل لكرة القدم، وفرت لنا أدوات بدأنا نشارك بيها في الألعاب الفردية زي بساطات المصارعة، زي تنس طاولة، زي البلياردو. دعم مديرية الشباب والرياضة غير المنتهي. يعني حياة كريمة ما كانش مقتصرة على الإنشاءات بس، حياة كريمة كانت شغالة كمان على جانب إن أنا بزود كمية الأنشطة اللي هي بتنفذ داخل المركز. حياة كريمة كمان من ضمن الفلسفة بتاعتها إن تعاون جميع فئات أو جميع مؤسسات الدولة
في انجاح المشروع. يعني انا انا شايفه اشبال سن صغير على الشاشه، ده ما شاء الله. ده يعني مركز شباب برج العرب الجديد اللي انا مسكته في 26/4 اللي فات. مركز شباب برج العرب الجديد طبعا من المراكز اللي انا بقول ان هي ما بتقلش حاجه عن مراكز شباب اسكندريه. مساحه المركز 36,000 متر مربع. المركز مركز مدني يحتوي على جميع الامكانيات اللي تساعده ان هو يؤدي دوره في خدمه المجتمع. المركز بيه حمام سباحه، بيه صاله مغطاه، بيه ملعب كره قدم بمدرجات، بيه صالات العاب. طبعا احنا اول ما بدانا في انشطه اجتماعيه، طبعا في نشاط اجتماعي وثقافي وفني وديني ورحلات ومعسكرات. احنا كمان قدام حضرتك ده الركن الامن للمراه اللي الدكتوره صفاء الشريف تكرمت بيه، وده يعتبر ركن رقم 4 على مستوى الجمهوريه. اربع اماكن، 2 في اسكندريه برج العرب الجديد والحرمين، و2 في القاهره. احنا الحمد لله بالنسبه لثقه مدير الشباب والرياضه اي نشاط يدعم الناس ما بتتاخرش معانا، خصوصا الدكتوره صفاء كانت الداعم الاساسي ليا في بدايه توليه المكتب المركز. المراه ليها النصيب الاسد بالنسبه لبرج العرب، اننا شغالين مع مدير شباب الرياضه في نادي الفتاوى المراه. حتى المكتبه على اعلى مستوى. والله كل ده يعني لا تقل عن اي مكتبه خارجيه. حمام السباحه، الصالات المغطاه. ويمكن احسن كمان. يعني احنا بالنسبه لنا استاذه منال بدانا، انا استلمت العمل في 26/4. طبعا كانت فترة إعداد الخطة السنوية للمركز، معايا فريق عمل من مجلس الإدارة وأنا بشكرهم على كل جهد، هم الناس لحد 12 بالليل متواجدين في المركز. وضعنا خطة إن احنا تتناسب مع أهالي برج العرب الجديدة اللي هم ما لهمش متنفس إلا مركز الشباب. هل له اشتراك مثلا في طبعًا الشهر طبعًا ولا طبعًا له؟ طبعا احنا بالنسبة لنا كمركز اشتراك برج العرب، الاشتراك أول مرة بالتكلفة 540، لكن تجديد الاشتراك بيكون 70 جنيه في السنة. أنت في خلال في السنة 70 السنة. جنيه في السنة. السنة وبالنسبة مبلغ رمزي ده طبعا. ده للعضوية العاملة. أما بالنسبة للعضوية المنتسبة فهي لا تتجاوز 65 جنيه اللي هي في فصل الصيف بس. لا طول السنة سعادتك، طول السنة المنتسبة. طبعا طبعا المنتسبة طول السنة من 1/7 ل 30/6. الأولاد دول أكاديمية كرة القدم في المركز اللي احنا مشاركين بيهم السنة دي بست مراحل في دوري القطاعات لكرة القدم واكتشاف الموهوبين. طبعا احنا عندنا برنامج طموح بالنسبة لمركز شباب برج العرب، مش قطاع ممارسة بس، لا مركز شباب. سن كم سنة؟ سنهم صغير ما شاء الله عليه. احنا بدانا نزلنا السن لاكاديميات كره القدم من 6 سنين حتى 18 سنه ما شاء الله. دي الصاله المغطاه. الصاله المغطاه دي تضم الالعاب الفرديه القتاليه زي مثلا الكاراتيه، زي الكونغ فو، زي الكيك بوكس، زي العاب برضو الجمباز. الحمد لله انا لما جيت لقيت مثلا 3 العاب شغاله في المركز، اضفنا العاب جديده بحيث ان هي كانت دي بناء على طلبات الاعضاء وطلبات اولياء الامور. هنا المردود مش بس على الطلائع اللي هم بيتدربوا، لا المردود كمان على نفسيتهم وعلى اشتراكهم وعلينا احنا في مصر هنا علشان نكتشف المواهب الجميله ويبقى في نشء كده من الابطال. احنا اتعلمنا حاجه، اتعلمنا في مدير الشباب والرياضه زمان ان مراكز شباب قطاع ممارسه، لكن ايه المانع يكون عندك الحافز للمنافسه؟ يعني انا ابطال الكونغ فو كان عنده بطوله قريب في القاهره، وعندي انا بالنسبه 3 اولاد منهم يوسف ده بطل جمهوريه في سن 10 سنوات. عندي الكيك بوكس اخر مشاركه ليهم من قيمه اسبوع في بطوله البحر المتوسط اللي كانت في الصاله المغطاه ببرج العرب. فاحنا قطاع المنافسه هو اللي بيضمن لك ان انت الناشئ يستمر في الرياضه. لو الولد توقف الممارسه بتاعته على بس التدريبات مش هيكمل معاك. طبعا ده المسجد اللي هو مجلس الاداره مشكورا قام بعمله بالجهود الذاتيه الخاصه في المكان، بحيث ان ودي طبعا في منطقه ملاهي تم افتتاحها، في معرض دائم للمرأة جاري التجهيز له وهيبقى إن شاء الله ده معرض شغال. ده جزء من رياضة الجودو في المركز اللي بدأت من شهر 6 اللي فات وبدأ ليها إقبال وإن شاء الله ليها مشاركات قريبة. المركز استاذ منال يعني على اعلى مستوى ما بيقلش، طموحنا كبير. انا ما شاء الله. ده الركن الاخضر اللي انا بوفره للعائلات، ركن العائلات ده، بحيث ان احنا طبعا اهالي برج العرب ما لهمش متنفس سعادتك الا مركز شباب. ده المسرح اللي بيتم عليه حفلات، دي قاعده الدكتوره صفاء الشريف اللي هي طبعا عندنا احنا بنتشرف بيها، عملنا لها قاعه كبيره للدعم بيها، ودي قاعه افراح خاصه بالمركز بيتم طبعا ده طبعا دوره الاجتماعي اللي بيقوم بيه طبعا. لان طبعا المجتمع عندنا احنا مجتمع اكثر من المغتربين، ما لهمش اي متنفسات الا مراكز الشباب او الانديه الموجوده بالمكان. واحنا في قطاع منافسه، يعني احنا عندنا انديه خاصه هناك بنحاول نثبت ان مركز شباب برج العرب الجديده قادر، دي حديقه الاطفال، قادر ان هو ينافس
اكبر الانديه باقل التكلفه لاعضائه بمكان يليق بالاعضاء، ودي منطقه الملاهي برضو دي لخدمه اعضاء المركز. نطمع ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل ان احنا عندنا المحاور اللي احنا شغالين عليها اللي هي المراه وذوي الهمم والشباب، ان شاء الله باذن الله نوجد لهم تواجد حقيقي داخل مركز شباب. ما شاء الله ما شاء الله. ولو حضرتك بتشوف نشأ عنده موهبة معينة بتفضلوا تشتغلوا عليه وتنموا الموهبة دي لحد ما يبقى بطل؟ أكيد. إحنا عندنا يوم 12 و13 الجاي في برنامج اللي هو أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية معالي الوزير أشرف صبحي، اللي هو اختيار الموهوبين في كرة القدم مواليد 2008. أيوة. أيوة. وحيتم إن شاء الله بإذن الله الاختبارات في استاد اسكندرية. يعني أنا بإذن الله عندي لا يقل عن 100 ولد باذن الله هيحضروا الاختبارات ان شاء الله. ده غير سعادتك ان كمان برضو في الانديه بتعمل اختبارات من بدايه من شهر 6 و7 و8 لاختيار الموهوبين. عندنا لعيبه من اكاديميات كره القدم بدات تشتغل في انديه سيراميكا على ما اظن 2 عندنا، والاتحاد السنه دي خد من عندنا 1. فاحنا بالنسبه لنا بنحاول نلبي طموحات كل مجهود مشرف يا فندم. الله يبارك فيك. الله. طب لو حضرتك كنت مع سيادة الوزير أثناء التكريم مع حضرتك أثناء تكريمك، إيه الوصية والرسالة اللي قالك عليها سيادة الوزير علشان تنفذها؟ معالي الدكتور أشرف صبحي وزير شاب، إحنا تعلمنا منه مفيش حاجة اسمها مستحيل. أنت كمدير مركز شباب أنت الوزير في مكانك، أنت بدعم مديرياتك تقدر تعمل كل حاجة، تقدر تخلق جو ينافس فيه ويمارس فيه كل أعضاء المجتمع النشاط اللي هم بيحبوه. معالي الوزير أشرف صبحي بيركز على حاجة كمان، بيركز على المبادرات المجتمعية. يعني دايما الحتة دي دايما بيوصي فيها في كل لقاءاته، ان انتوا تحاولوا دايما الشباب هم صانع المجد لأي أمة، ان احنا نحاول نفكر أو نحاول ان احنا نستنبط من الشباب دول ايه المبادرات اللي في خطتي. ان انا مثلا عندي ذوي الهمم كل 15 يوم وبموافقه الوزاره وبدعم من الدكتوره صفاء بقينا كل 15 يوم تجميع لذوي الهمم بالصاله المغطاه بمركز شباب برج العرب لممارسه الانشطه الخاصه بذوي الهمم. ودي طبعا احنا فوجئنا ان الناس ما بتطلعش ولادها كتير. احنا الاعداد وصلت عندنا قرابه 100 واحد من ذوي الهمم. ده اللي شايفينهم دلوقتي؟ لا، دول الكاراتيه، دول ابطال الكاراتيه بالمركز. دي اكاديميه الكاراتيه من ضمن الاكاديميات اللي هي خاصه بمركز الشباب. المبادرات دي بتنفعنا احنا، بتكون نابعه من الشباب ويكون الشباب حريص عليهم، حريص على ان ينجح المبادرات دي. طبعا انا السنه دي شفت ان معالي الوزير كرم 3 مبادرات على مستوى مصر. اتمنى ان شاء الله السنه الجايه باولادي، اولاد التطوع واولاد برلمان الشباب واولاد برلمان الطلائع، ان احنا نطلع على الاقل مبادره تلاقي رعايه وزاره الشباب والرياضه باذن الله. باذن الله باذن الله. برضه انا عايزه انقل الصوره اكتر واوضحها للساده المشاهدين. يعني انا عايزك تقول لي مركز الشباب في بهيج كان قبل كده شكله ايه، ودلوقتي بعد المبادره وبعد التجديد بقى شكله ايه؟ والله مركز شباب بهيج طبعا تم انشاؤه سنه 1988. التشهير بتاعه كانت 91. انا استلمت العمل في المركز سنه 2001. مركز شباب كان عبارة عن مبنى إداري محاط بسور. بدأنا نشتغل في الملاعب، لكن التنفيذ الفعلي أو الانطلاقة كانت 2017 وبعدين مبادرة حياة كريم اكتملت ب 2019 مبادرة معالي الرئيس، اكتملت أكتر بانطلاقة اللي هي في 15/7/2021 اللي هو الإعلان عن الجمهورية الجديدة وبداية حياة كريمة في مركز شباب بهيج، اللي كان له النصيب الأكبر. والحمد لله دلوقتي المركز على أحدث، يعني ما بيقلش عن المراكز الثانية. والمركز ان شاء الله باذن الله قريبا هتسمعي ان في ابطال في الالعاب الفرديه زي الكاراتيه والكونفو بالاضافه الى كره القدم. منذ توليك مدير لبرج العرب، مركز شباب برج العرب، حضرتك ايه الجديد اللي حصل على ارض الواقع؟ ايه اللي تم؟ برج العرب كان هو بدايه الطموح. كان في اول لقائي انا بالتكليف مع معالي الدكتوره صفاء ان انت حاول ان انت تخلي المركز ده مش اول اسكندريه، لا ان شاء الله اول جمهوريه. بدانا اول حاجه بقول لسعادتك ان كان الاستلام في 26/4 اللي فات. الوقت ده اللي هو وضع الخطه السنويه الخاصه بالمركز.
الخطة السنوية بدأنا فورا ندرس احتياجات الناس عاوزة ايه، الناس ايه الالعاب وايه الانشطه وايه الحاجات المحرومين منها. بدانا في نفس وقت وضع الخطه بدانا الاهتمام بصيانه حمام السباحه، بصيانه ملعب كره القدم القانوني، بصيانه الصاله المغطاه، بتجهيز الاماكن دي على اننا ان شاء الله باذن الله قادره ان هي تستوعب 10 العاب رياضيه بالإضافة إلى استيعاب جميع فئات المجتمع المحيطة ببرج العرب. عملنا طبعا أنا بالنسبة لهناك عملنا حاجة اسمها الركن الأمن للمرأة. الركن الأمن للمرأة ده سعادتك ده تبع جمعية كير لتنمية المجتمع. الركن ده عبارة عن مبنى يتضمن حديقة لاستضافة المرأة لتنفيذ جميع الأنشطة الخاصة بالمرأة، سواء المرأة المصرية أو المرأة اللي من جنسيات أخرى اللي عندنا زي السوريين. عملنا إحنا هناك ركن الأسرة، بحيث ان ركن الاسره ده احنا في الجنينه الاساسيه في المركز ده ركن كير، ده ركن كير، المبنى مبنى كير وده الركن الامن للمراه. مبنى كير باذن الله هيتم افتتاحه قريبا باذن الله، وهيتم تشغيله من خلال مديريه الشباب والرياضه. احنا ده المبنى من جوه، دي ده المبنى من جوه بتاسيسه، وان وده شاء اللي بيحقق رؤيه وزير الشباب ووزاره الشباب والرياضه علشان جعل هذه المراكز مراكز مجتمعيه كمان ومراكز اشعاع ومراكز ان الناس تلقى فيها الخدمات اللي هي محتاجاها. طبعا مراكز الشباب اصبحت دلوقتي هي المناره في جميع مناطق اسكندريه. الجديد اللي حضرتك هتقدمه بقى في مركز شباب برج العرب الجديد؟ والله الجديد احنا طموحنا كبير. أنا بالنسبة لي بحلم إن شاء الله بإذن الله بملاعب تنس أرضي وملاعب بدل. إحنا بإذن الله في برج العرب عندنا أماكن لإقامة ملاعب نجيل طبيعي لممارسة رياضة كرة القدم لفوق 35 سنة. إن شاء الله بإذن الله أنا بالنسبة لنا في يعني تعاون مع الشباب والرياضة في الطرح الاستثماري، بنحاول نستفيد من طرح استثماري بإقامة برتشينات داخلية داخل المركز اللي الشباب يستغلها في بيع السلع أو بيع الخدمات، تقديم خدمة يستفاد منها الشاب ويستفاد منها لتسويق المكان. منتجات الشباب تسويق يعني. تسويق منتجات الشباب، أيوة ده شيء لأن مهم جدا. برضو عندنا احنا دلوقتي التسويق ده عليه عامل مهم جدا للمشروعات الصغيرة. طبعا أنا أيوة. كمان هنا بالنسبة لنادي التطوع اللي هم شغالين معايا الشباب اللي بنادي التطوع، في العاب فرديه عندي بيكون لازم لكل لعبه مسؤول تحصيل، انا مخلي الشباب هم مسؤولين التحصيل عشان يتعلم ازاي ويحتك بالولاد ويبقى له جزء من الدخل اللي بيجي للمركز. مسؤول تحصيل عن اللعبه من الشباب نفسه؟ من الشباب نفسهم. يعني انا عندي مشرف مالي وعندي كلام ده كله. اللعبه دي مثلا لعبه زي الكاراتيه وكره القدم، الولد بيدفع اشتراك داخل اوضه التحصيل، انا بالنسبه لي المشرف المالي مش بنزله. الولد مبلغ موجود. كبير ولا مبلغ لا لا بسيط؟ مبالغ بسيطه، هي مبالغ 100 جنيه بالنسبه للولاد اللي هم الاعضاء، 155 لغير الاعضاء. فعشان كده هم ده لمده قد ايه؟ سنه، بتبدا من 1/7 وبتنتهي 30/6 نهايه السنه. سنه اه سنه سنه بحالها. ده الاشتراك، اللعبه اشتراك شهري. الاشتراك بتاع اللعبه ده اشتراك شهري، يعني الولد بيدفع في الشهر 100 جنيه و155، لكن الاشتراك السنوي اللي هو اشتراك العضويه اللي بيطلع بيه الكارنيه ده بيعمل 70 جنيه للعضويه المنتسب. وايه تاني جديد حضرتك هتقدمه في والله مركز كتير برج العرب؟ بقول لسعادتك احنا عندنا دي مدرسه الرسم وتعليم الخط العربي، المواهب برضه تنمية بدات، المواهب دي مهمه جدا طبعا. أيوة. عندي كمان نادي العلوم، وبدا بانه بيقيم دورات في الحاسب الالي، ونادي العلوم في مركز شباب برج العرب من المراكز المميزه اللي حتى شاركت فيه مسابقات خاصه على مستوى الوزاره. ده هم دول الشباب بتوع التطوع اللي بقول لحضرتك عليهم ان هم مسؤولين التحصيل اللي خاصين بالالعاب. طموحنا 36,000 متر. انا اتمنى واحلم ان ال 36,000 متر يكون فيهم اماكن لجميع الخدمات اللي هو طالبينها اهالي برج العرب الجديد. طب لما اتقابلت مع اهالي برج العرب الجديده كان ايه اكتر حاجه طالبينها؟ ايه الخدمات اللي كانوا عايزينها؟ والله طلبات متنوعه، بالنسبه مثلا لاولياء الامور طالبين اماكن تكون امنه ان هم يقعدوا فيها، بالنسبه لاولياء الامور طالبين مثلا رياضات جديده اللي احنا دخلناها زي السله زي الجمباز زي الكيك بوكس، طلبوا ان الالعاب دي هم عندهم استعداد، انت هات المدرب واحنا ما عندناش اي طلباتهم كده. طبعا طالبين اللي هم الانشطه الاجتماعيه، نفذنا رحله للمطروح، طالبين رحلات مثلا اللي هو تعليم الحرف اليدويه للمرأة. وأخيرا إيه الرسالة اللي حضرتك عايز تقدمها في مراكز الشباب؟
أنا بس أستأذنك الأول، رسالة شكر وتقدير لمعالي الدكتور أشرف صبحي داعم كل مراكز شباب الجمهورية. الرسالة الثانية للداعم الأساسي واللي حول مراكز شباب اسكندرية إلى يعني أندية أو مش ناقصة حاجة، دكتورة صفاء الشريف الداعم لينا، اللي لو أنت رفعت السماعة الساعة 1 بالليل واتصلت بيها بترد عليك في أي مشكلة. الرسالة اللي بوجهها بقول إن مركز شباب برج العرب هو عبارة عن بيت العيلة زي ما احنا سميناه، وزي ما مجلس الإدارة بيسعى، هو بيت العيلة اللي بيتجمع فيه كل طوائف البيت السكندري. يعني بتحتفلوا مثلا بالمناسبات طبعا الجميلة، طبعا إفطار في رمضان، احنا انا اقول يعني تهنئة للناجحين. احنا انا انا جيت في اواخر شهر رمضان اللي كل اللي لحقته الافطار الجماعي، لكن احنا بدانا بحاجه تانية، ان احنا اعياد ميلاد الاولاد في الالعاب الفرديه، ودي كانت لمسه جميله. الحفله اللي كل يوم خميس بيعملوها اعضاء فرقه الفنون الشعبيه اللي احنا بدانا بنكونها وبندعمهم، التواجد بتاع اهالي برج العرب معانا في اي نشاط مثل مثلا اختبارات الحزام، دي حاجات بتسعدني انا شخصيا. يعني انا دلوقتي حتى عدد المرتدين لما زاد انا بسعى ان انا اوسع اماكن واماكن تانية والله حيث دي نقلة السعر. حضارية كبيرة تسلم جدا لمراكز الشباب، وخصوصا مركز شباب برج العرب الجديدة. تسلم أنا بشكر حضرتك جدا. في شكرا نهاية اللقاء نتوجه بالشكر مشاهدينا الأعزاء لضيفنا الأستاذ حامد عبد الكريم، مدير مركز شباب برج العرب الجديدة. شكرا شكرا ليك، العفو يا فندم، شرفتنا ونورتنا، الله ومزيد يبارك من فيك، النجاح والتوفيق يا رب العفو دايما، وألف مبروك على الجائزة. الله يبارك ألف فيك، ألف الله مبروك. يبارك فيك. مشاهدينا الأعزاء انتهت حلقتنا، وبإذن الله نلقاكم على ألف خير في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم. حتى نلتقي لكم مني من أسرة البرنامج أجمل وأرق تحية، شكرا لكم وإلى اللقاء.